أعزائي المشاهدين في كل مكان، رحب بكم في حلقة تعريف بكتاب الجديد محمد ما قبل محمد. الكتاب محمد ما قبل محمد كتاب يبلغ حجما تقريبا 300 صفحة، هو مكون من 8 فصول مع المقدمة. موضوع رئيسي في الكتاب هو معرفة شخصية مؤسس الإسلام منذ طفولتي إلى ما يعرف في الأدب الإسلامي بدء الوحي. أريد في هذا المداخلة أن أقدم تعريفاً بالمصادر التي اشتغلت عليها. اعتمدت في الكتاب على مجموعة من المصادر. أولاً المصادر الإسلامية التقليدية أو الكلاسيكية، فمن خلال القيام بحفريات في هذه المصادر وحفريات في الروايات الإسلامية لأجل استخراج المادة التاريخية. هذا أولاً كان عمل مكثف على المصادر الإسلامية التقليدية. الأمر الثاني، اشتغلت أيضاً في المصادر الأجنبية. قمت بمراجعة نمطين من المصادر الأجنبية. أولاً المصادر الاستشراقية الكلاسيكية. على سبيل المثال، عندما نقول الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية، يتبادر للذهن على سبيل المثال كتاب نولدجي عن تاريخ القرآن. بالإضافة إلى ذلك، اشتغلت بشكل مكثف على الدراسات الحديثة والمعاصرة، وأكثر المصادر الأجنبية التي اشتغلت عليها كانت ذات الاتجاه الذي يدرس أن الإسلام نشأ في بيئة تاريخية، يوجد مدرسة أيضا تقرأ الإسلام، أنه نشأ في بيئة معينة تاريخية واجتماعية، وأنه كان نتاج الجدل الديني في العصر القديم. إذن المدرسة، هذه المدرسة تقول لأجل فهم أصول الإسلام يحتاج الباحث إلى دراسة العالم الاجتماعي والديني الذي ظهر فيه الإسلام، وبالتالي دراسة الحضور اليهودي والمسيحي باعتبار أن محمدا كان لاعبا في هذا المناخ في القرن السادس. فأي قراءة لشخصيته، أي لشخصية محمد، تستوجب فهم الأدب الديني. ولهذا بما أن الدراسة الأدب الديني هي أمر كانت هامة جدا لفهم المناخ الديني الذي وجد فيه الإسلام، فقد اشتغلت على المصدر الثالث في الكتاب، وهو الأدب الديني في الشرق الأدنى القديم، إذ أوليت اهتماما كبيرا للآداب اليهودية. بلغت قامت المراجع حوالي 350 مرجعا، وهذه المراجع هي التي استخدمت مباشرة في الكتاب، بمعنى التي هي ذكرت في الهوامش. أما المصادر التي رجعت إليها ولم أقتبس منها أو لم أناقشها فلم تدخل في هذه القائمة. ما هي موضوعات الكتاب؟ الموضوع الأول في الكتاب هي قرشية محمد. طرحت عنوان الفصل قرشية محمد. في هذا الفصل تحدثت عن محمد وكيف أنه وأن ولد في قريش، إلا أن لأفراد من أسرته انتماءات خارج مكة. فجده الأكبر هاشم ولد في غزة ومات فيها، أي ولد جده الأكبر في فلسطين ومات فيها. وتوجد أيضا روايات تتحدث عن وجود روابط بين محمد وفلسطين. فأحد الروايات تقول أنه كان لمحمد أرضا في منطقة حبرون، أي منطقة الخليل. كما كان جده عبد المطلب على متزوج من امرأة في يثرب من بني النجار، وكذلك أبوه تزوج امرأة من يثرب. إذن الأسرة اللافتة للنظر أنها لها جذور متعاقبة أما نحو فلسطين وأما نحو يثرب. ما لفت نظري أيضا من الأشياء اللي ممكن نحن نشير إليها في هذا الفصل، الآية القرآنية التي تقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالروايات تقول أن أعداء محمد في قريش قالوا أني لماذا لم ينزل هذا القرآن على شخص من القريتين، بمعنى شخص من مكة أو من الطائف. وكأنه يظهر أن محمدا من هذه الآية من وجهة نظر قريش أنه لا ينتمي إلى مكة ولا ينتمي إلى الطائف. إذن الآية تعطينا إيحاء بأن هذا الشخص هو آتي شخص غريب عن البيئة المكية.
ثانيا أو الفصل الثاني بخصوص اسم محمد، قلت في هذا الفصل يوجد رأيان. الأول هو رأي إسلامي يقول إن محمد اسمه في منذ الولادة، والرأي الآخر الذي بدأ يعمل عليه بعض المستشرقين وبعض نقاد الإسلام يقول إن هذا الاسم ليس اسم محمد. وقمت بعملية تقصي للاسم، وظهر أن لفظة حمد محمد كانت معروفة عشية نشوء الإسلام. ففي كتاب الحميريين، وهو كتاب مؤلف بعد سنة 525 ميلادي، نجد اسم حمدة أو حمادة باللغة السريانية، واسم محميدة أو محمدة اسم أيضا من أسماء النساء باللغة السريانية. فقمت بتحليل لفظة محمد في القرآن التي وردت فقط 4 مرات، وهي في منظور المسلمين تشير إلى اسم مؤسس الإسلام، في حين يرى آخرون أن اللفظة يقصد بها يسوع. ولكن التحليل الذي قمت به أوصلني إلى نتيجة أن هذه اللفظة في القرآن تشير إلى شخصية اسم مؤسس الإسلام. وبعد أن استعرضت باختصار طريقة كتابة الأسماء في الكتاب المقدس والعهد الجديد والقرآن والروايات الإسلامية، طرحت رأياً يقول أن اسم محمد، اسم هذا الشخص النبي، أطلق على نبي الإسلام في مرحلة معينة من الدعوة رجحتها في بداية الدعوة في مكة، وقلت أنه لا يمكن التوصل بيقيني إلى معرفة الاسم الأصلي لمؤسس اسم الإسلام. إذن فرضيتي في هذا الفصل أنه لم يكن اسمه في المولد محمد، وأيضا أن هذا الاسم في القرآن يطلق على هذا الشخص النبي، ولكن هو تسمى به في مرحلة ما في مكة، ربما في المرحلة الأخيرة أو في البدايات الدعوة كما رجحت، ولكن نحن غير قادرين على الحسم كليا بما هو الاسم الأصلي. الفصل الثالث موضوع عمل محمد. ناقشت الروايات التي تقول أن محمد كان يعمل راعيا للأغنام في صغاره، ووجدت أن هذا التفصيل صعب قبوله. لماذا؟ لأن في الأصل نحن لدينا روايات كلها محل شكوك بخصوص طفولة محمد. والأمر الثاني ما وجدته أن الروايات الإسلامية تريد أن تضع محمد في قالب الأنبياء السابقين، هي تريد أن تطبق بعض القصص الأنبياء السابقين وتطبقها على سيرة محمد. وبهذا من المحتمل أن الروايات الإسلامية قالت أن محمدا كان يعمل بالرعي من أجل أن تجعله مشابها لشخصيات كبيرة في الكتاب المقدس، شخصيات عرفت بالرعي على سبيل المثال مثل شخصية داود. والأرجح أني ممكن يكون هو الشخص كان يعمل فعلا في التجارة، إسوة أني حسب المصادر اللي لدينا تؤكد على وجود أني الأسرة كانت تعمل في التجارة منذ أجيال، وهو يعني أمر غير مستبعد لهذه الشخصية. الفصل الرابع المحيط الديني لمحمد. الدراسة اللي أظهرت كثيرة من الدراسات واللي أنا مشيت على نسخة تقول بأني قريش لم تكن وثنية بالمفهوم اللي نعتقده نحن كمسلمين سابقين أو مسلمين حاليين. قريش لم تكن تتعبد الأصنام، بل تؤكد أني كانت تمارس الختان. والإسلام عندما تحدث عن ديانة قريش، الإسلام القرآن يتحدث عن قريش، بنصرنا أن قريش كانت تؤمن بإله خالق الكون، كانت تعتقد قريش بوجود شفاء لدى الله، وبهذا وكانت تعتقد بوجود أن الملائكة لها قدرة الشفاعة. وبهذا يبدو أن يوجد ضمن قريش جماعة طرف تصديق القيامة، ربما كانت تؤمن بوجود الله، تؤمن بوجود الأنبياء، ولكن ترفض الإيمان بالقيامة أو بعث الأجسام. وأن الصراع محمد كان مع مجموعة لها إيمان بالله ولكن كانت ترفض البعث، والراجح أن القرآن كان بهاجم أو بيختلف مع هذه الجماعات. إذن الأمر الآخر في هذه البيئة، الكتاب طرح فرضية أو رجح فرضية أن يوجد مجموعات في قريش متأثرة بأهل الكتاب، سواء متأثرة باليهود أو متأثرة بالمسيحيين. ولدينا جماعات دينية تسمى خائفو الله كانت موجودة آنذاك في العالم القديم. هذه الجماعات كانت تمشي أو
تتقيد ببعض القواعد اليهودية في الحياة ولكنها لم تعتنق اليهودية كليا، هي أخذت ممارسات من اليهودية بدون أن تتحول إلى اليهودية، ورجحت بأن محمد كان يعمل في بيئة تشتغل عليها جماعة شبيهة بجماعة خائفو الله الموجودة في بيئات أخرى في العالم القديم. الفصل الخامس، المحيط الاجتماعي لمحمد. يحتوي القرآن على شخصيات مارست تأثيراً أكيد، فالفصل قدم الشخصيات التي مارست تأثيراً على تكوين شخصية محمد. خديجة اللي كان من غير الممكن الوصول إلى صورة جلية عن حياتها بسبب تضارب روايات. نحن خديجة عن تضارب شديد في الروايات، متى تزوجت محمد، بأي عمر، هل كانت متزوجة، هل كانت لديها أولاد، يوجد تضارب شديد في الروايات. ولكن الواضح أن خديجة لعبت دورا في نشاط محمد الديني، ربما كانت توفر دعما ماليا لهذا النشاط. وفصلت في روايات ورقة بن نوفل، ويوجد تضارب شديد في روايات خصوص ورقة بن نوفل. بعض الآراء المعاصرة تقول بأن ورقة بن نوفل ينتمي إلى الأبيونية، ولكن وفي اتجاه عند البعض يقول بأن الإسلام هو امتداد للأبيونية. ناقشت بتفصيل كل الأبحاث الحديثة بخصوص الأبيونية، ورجعت إلى مؤرخين مهتمين في المسيحية المبكرة، وظهر أنه من غير الممكن تقديم صورة دقيقة عن الأبيونية. أولا لأنه لم يعد يذكر أبدا بعد القرن الرابع الميلادي، ثانيا لدينا عن الأبيونية أخبار من خصوم الأبيونية وليس من الأبيونيين أنفسهم. ولكن خلاصة الفصل تقول أن محمدا لم يكن يعمل في فراغ، هذا يعني أن محمد كان موجود في بيئة ما معينة، يوجد كان شخصيات مارست تأثير، ليست فقط خديجة أو ورقة، ولكن يوجد أكيد مجموعات دينية كان محمد يعني يتثقف معهم، يتعلم منهم ويتعاون معهم. وورقة إن وجد تاريخيا، وأنا أرجح وجوده، ليس له هذا الدور المحوري، ولكن كان له دورا ما في حياة محمد، وليس بالضرورة دورا محوريا. ولهذا انتقلت إلى الفصل السادس، معلمه محمد. استعرضت عن أن يوجد أحد الشخصيات التي أثرت بوضوح على محمد اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. يوجد روايات تقول أن محمدا قدم ذبيحة أو ذبح شيء ما، ودعا زيد للطعام، فقال زيد إنه لا يأكل مما ذبح للأصنام. وأن محمد يقول بأنه بعد هذا الكلام من زيد لم يعد يأكل شيئا مما ذبح للأصنام. وعملت دراسة مقارنة، أظهرت بأن هذا النقاش بخصوص الذبائح المقدمة للآلهة الأخرى كان موجودا في المسيحية الأولى، ويوجد كان نقاش التحذير جدا من أن بعض الأمميين لما دخلوا المسيحية لم يكونوا على إدراك واضح في هذا الموضوع، وكان هذا الموضوع اللي ناقشته سفر الرؤيا وحذرت منه المؤمنين. ويمكن يكون زيد متأثر بهذه البيئة وحذر محمد من أن يأكل مما ذبح للأصنام. الفصل السابع والأخير والمهم بيكون قاربنا، هو هل كان محمد يعتقد أنه صاحب دين جديد؟ بمعنى عندما انطلق محمد يقول آمنوا بالله أو خافوا يوم الآخرة، هل كان يعتقد أنه صاحب دين جديد؟ الواضح أن محمد لم يكن يعتقد أنه صاحب دين جديد. أظهرت في الروايات أن محمد كان يعتقد في الحقيقة أنه أتى على، يعني بمعنى محمد أتى يريد أن يقدم رسالة موسى لأهل قريش، وأكبر الدليل على ذلك أنه لم يقدم معجزات. القرآن يشهد أن محمدا لم يقدم أي معجزة، بالعكس محمد أحجم في آيات كثيرة على تقديم معجزات. وكل ما في الموضوع أن محمد أراد أن يقدم نفسه على أنه صاحب رسالة تكمل رسالة موسى، إذن لم يكن يريد أن محمد أن يدخل نفسه في ما يسمى أنه مؤلف دين جديد. محمد قدم نفسه على أنه سار على نهج موسى، ويريد أن يفتح عيون قريش إلى موضوع الإيمان الجديد. فكرة الكتاب هذه متمحورة
على أن محمد في الحقيقة عاش في بيئة دينية مليئة بالغنى الروحي أو بالغنى الديني الثقافي. وكلمة في الموضوع أن محمد لم يكن عنده تصور في المرحلة المكية على الأقل في البدايات أنه كان يقدم دينا جديدا. محمد كان يعتقد أنه جاء على خطى موسى ويريد أن يبين ما في الصحف الأولى لا أكثر من ذلك. طبعا بعدين ذهبت إلى الخاتمة، وفي الخاتمة قمت بعملية استعراض شامل لهذا الموضوع، استخلاص المرجع، فضلا على أن في نهاية الكتاب يوجد تعريفات تساعد على فهم بعض الأمور الموجودة في الكتاب. بما أن الكتاب اعتمد على مادة مكثفة في مقارنة الأديان، فكان لابد استخدام مصطلحات بعضها قد تكون جديدة للقارئ المعاصر أو القارئ الغير مهتم في المقارنات الدينية. على سبيل المثال كلمة ترجوم أو كلمة مشنا قد تكون كلمات غير مألوفة بالنسبة لبعض القراء. ففي النهاية توجد قائمة تعريفات، هذه تساعد على تقديم تصور أوضح أو ما يسمى الهيكل الثاني. إذا في الكتاب هو مقاربة جديدة لسيرة محمد تعتمد على منهجية أنا تبنيتها، هي قراءة الإسلام في إطار الصراع الموجود الفكري المعقد في تلك المنطقة. مع العلم طبعا أن الصراع الموجود في المنطقة هو أكثر تعقيدا من وجود المسيحية واليهودية، توجد أيضا أزرادشتية وتوجد أيضا المسيحية الأثيوبية. إذا نحن في عنا غنى كثيف، وأي مقاربة لفهم الإسلام تحتاج إلى أن يكون الشخص ملم بتفاصيل كثيرة، وأحيانا هذا ليس عمل فرد واحد، يحتاج إلى أفراد كثيرون. والكتاب طبعا يعود الفضل في العمل عليه لمؤسسة قناة الحياة التي لها الفضل من وفرت لي دعما حتى أتمكن من التفرغ لإنجاز هذا الكتاب. أشكر الجميع على المتابعة، وأتمنى أن يكون فرصة طيبة تعرفتوا على مضمون الكتاب. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.